عبد الله، ماني شايف يعني في مفاجآت في اليوم. مباراة العين والنصر يعني بالنهاية اثنين فريقين كبار، واحد منهم كان راح يخسر. والكثير احنا على الاقل شاهدنا لقطات كثيرة، مباراة مفتوحة بكرم، ما في عملية الضغط بالنسبة على الفريقين. شاهدنا كل فنون كرة القدم ما عدا انه هو وفرة الاهداف. بكرم العين يواصل رحلة التعافي في هذا الموسم الذي بدأ حقيقة بعد موسمين عجاب، حتى لو كان عنده غيابات في هذه المباراة. انا اقول انه هو ايضا هي مرحلة تثبت أقدامه بالنسبة إلى الدور، مثل ما قال اللي هو التغلي أنه هو في الأسبوع القادم وبعد 4 أيام يلتقيان من جديد. العين كان الأفضل. نعم أبو سلطان. طبعا ما في شك، مثل ما ذكر أخوي أبو عبد الله، فريقين كبيرين، والدليل أنه يعني فاز العين بهدف بدقيقة 80، وكان مباراة صعبة، هي يعني بمجملها كانت متوسطة المستوى، بعكس آخر مباراة قدمها العين مع الوصل وانتهت بالتعادل بـ3. لكن هذه مباراة الكؤوس دائما تختلف. في النهاية نقول مبروك لجميع المتأهلين، وهارد لك للذي لم يتأهلوا.